ولنقاش القصف الإسرائيلي المتكرر للميليشيات الإيرانية في سوريا ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الريحانية الكاتب والباحث السياسي والعسكري السوري أديب العلوي. مرحبا بك معنا سيد أديب. أهلا بكم، تحياتي لكم وتحياتي للمشاهدين. أهلا بكم. أكثر من 3 سنوات والقصف الإسرائيلي على الميليشيات الموالية لإيران لم يتوقف، لكن لم يتم الرد على من هذه الميليشيات التي يعني يتم القصف عليها، ولكن تصف نفسها بقوى الممانعة والمقاومة ولكنها لا تقاوم هذا القصف، لماذا؟ نعم، مساء الخير تحية لكم تحية المشاهدين. يعني حقيقة من يعتقد أن إيران في حالة حرب حقيقية مع إسرائيل فهو وائل. إن إسرائيل وإيران هما وجهان لأمن واحدة يا سيدي، منذ يعني ثمانينيات العصر الماضي يعني قامت إيران وإسرائيل بالكثير من صفقات الأسلحة، ولا أنا يعني نتذكر كلنا فضيحة إيران جيت، يعني بمعنى هم في حالة شراكة وليسوا في حالة حرب حقيقية، ولكنهم في الواقع هم متفقون في الاستراتيجية مختلفون في التكتيك. هم اتفقوا، ولولا أصلا الضوء الأخضر الإسرائيلي لما دخلت إيران إلى سوريا لتقتل الشعب السوري، لتهجر الشعب السوري كما فعلت في العراق سابقا. يعني 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 الولايات المتحده الامريكيه سلمت العراق على طبق من ذهب لايران، وبالتالي سمحت ايضا اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه بدخول ايران الى سوريا لتقوم بنفس المهمه التي قامت بها بالعراق، بمعنى لتهجر الشعب السوري، لتقتل الشعب السوري. هذا من ناحيه، والناحيه الاخرى ايران لا تملك الاراده اصلا ولا تملك القوه في الرد على اسرائيل، يعني بمعنى اخر هي اضعف من ان ترد على اسرائيل في اوقات التي كانت هي تعتبر نفسها في ذروه قوتها، فما بالك في الايام الحاليه التي هي في اضعف حالاتها من كل الاتجاهات، ان كان على صعيد الاقتصاد وان كان على صعيد العسكري وان كان على صعيد حتى الحلفاء الضعفاء مثل روسيا وغيرها التي اصبح كل يعني يلتهي في مشكلته الداخليه وفي حروبه، وبالتالي ايران لا يمكن ان ترد وهي في حالة وئام أصلا مع إسرائيل، وليست في حالة خصام حقيقي، لكن في الواقع إسرائيل تقوم بقصف ما هو فائض من القوى لدى إيران وليس لقصف ظهر إيران أو لطردها من المنطقة. نعم، لكن ما مدى تأثير هذا القصف المتكرر على الميليشيات الموالية لإيران في سوريا؟ يعني طالما نحن نقول أن 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 إسرائيل تقوم بقصف يعني فائض القوة اللي موجودة لدى الميليشيات الإيرانية في سوريا، وبالتالي هذا يعني أنه لن يكون هناك أي جديد، يعني بمعنى أن إيران ستبقى تحاول يعني تكتيس أو دعني أقول جلب المزيد من الأسلحة، وإسرائيل تحاول أن تقصف أجنحة إيران على الأراضي السورية، لن تسمح لها بتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها إسرائيل لإيران. لذلك أنا أقول أن الموضوع سيستمر على هذا الحال. إيران تقوم بشحن الأسلحة عبر البر، عبر البحر، عبر الجو، وإسرائيل تحاول أن تحجم هذه القوة الإيرانية. هذا الاستهداف للمطار تبرره تل أبيب بأنه يأتي لاستهداف الأسلحة التي ترد من خلال المطار عبر رحلات جوية من إيران ومن غيرها لسوريا، هل برأيك يتكرر هذا في ظل استمرار استهداف الجسر الجوي الإيراني؟ يا سيدي إيران حاولت أن يعني عبر يعني كافة الطرق أن تقوم بتهريب هذه الأسلحة، إن كان عبر البر عبر شاحنات معبأة بالخضار، معبأة بالفواكه، تحاول ان بالمواد الغذائيه تحاول ان تهرب من خلالها اسلحه وذخائر وقطع تبديل، ايضا من خلال الشحن عبر البحر والسفن البحريه، ايضا حاولت الى ميناء الطرطوسه، الى ميناء بنياس اكثر من محاوله، الان عبر الجو اصبحت هناك بعض المقاعد للطائرات المدنيه والطائرات المحليه الايرانيه تحاول ان يقوم بها بعض الركاب، والبعض الاخر هو عباره عن حموله تقوم بافراغها في مطار دمشق الدولي في لواء 29 بقرب بالمطار العسكري جانب مطار دمشق الدولي، وبالتالي ايران لا يعني لم يعد هناك وسيله لم تستخدمها، ولكن
اسلوب ايران هو نفس اسلوب بشار الاسد في تهريب الكبتاغون. كيف ذلك؟ عندما نقول بان كل يوم هناك شحنات كبتاغون باتجاه الاردن باتجاه السعوديه باتجاه بقيه الدول، كل 10 شحن ممكن ان تنجح شحنه واحده، وبالتالي هي نفس الطريقه التي يقوم بها بشار الاسد بتهريب الكبتاغون، وكل 10 شحن ممكن ان تنجح شحنه، هو ايضا ايران تقوم بنفس الطريقه بشحن قطع التبديل بشحن بقيه بعض الاسلحه باتجاه الاراضي السوريه، يمكن ان تنجح واحده من كل 10 شحن، لكن هي تعلم حقيقه انها مكشوفه وسيتم ضرب الكثير منها، لكنها هي تعول على نجاح واحده من هذه الشحن، ويمكن ان تنجح في بهذه الطريقه وبهذه الحال. شحن ماذا بالضبط يعني؟ شحنات ماذا؟ اسلحه نادره؟ لانه المرصد السوري تكلم عن انه ايران بدات في خطه اعاده الميليشيات وتدريبها على استخدام المسيرات، وهل تتوقع ان هذه المسيرات ستستخدم في مواجهه تل ابيب مثلا؟ يا سيدي الكريم، هي ليست من اجل مواجهه تل ابيب، يعني في الواقع ايران هي حاولت ان يكون لها مركز ثقل على الاراضي السوريه، وخاصه في القرب من الحدود السوريه الفلسطينيه او مع الكيان الصهيوني، لكن في الواقع هي ليست للعداء الشديد مع إسرائيل بقدر ما هو وضع محط قدم حقيقي يكون لها رأي، يعني تكون ذات صوت أعلى، ذات يعني نبرة يمكن أن تستخدمها في اللحظة التي تريدها، لكن إسرائيل لم تسمح لها حتى هذه اللحظة ولا الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون لها محط قدم حقيقة في منطقة الجولان كمحط قدم رئيسي كمستودعات حقيقية، وبالتالي أنا أقول لن يسمح لها في الوصول إلى هذه المنطقة بشحنات قوية ما تقوم به إيران من تهريب الأسلحة التي نتكلم عنها، نتكلم عن يعني مجموعة من الأسلحة، قطع تبديل للصواريخ، قطع تبديل للطائرات المسيرة، لكن هي لم تنجح في الطائرات المسيرة لا في وسط سوريا ولا في الجنوب السوري، نجحت فقط في المنطقة الشرقية، وأعتقد أن ما تكلم عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان وغيره من الأخبار هي من أجل المنطقة الشرقية وليس في وسط سوريا، لأن في وسط سوريا وفي جنوب سوريا مكشوفة، وخاصة عندما كان المركز الرئيسي أو دعني أقول السرب الرئيسي للطائرات المسيرة كان موجود في مطار تيفور، وتم قصفه يعني منذ فترة طويلة ولعدة مرات متكررة، بمعنى تم تدمير هذا السرب الطائرات المسيرة، وبالتالي هي تنجح حاليا في المنطقة الشرقية شرق الفرات، ممكن أن يكون لها مراكز ذات تمويل حتى الآن، يعني ممكن أن يكون تمويل يعني أقول جيد، حتى الآن لم تصل إليه الطائرات الإسرائيلية، لكن في المنطقة الوسطى والجنوب السوري هي منطقة مكشوفة، ولم تستطع إيران حتى الآن أن يكون لها محط قدم حقيقي يهدد إسرائيل. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي والعسكري السوري أديب بعلاوي، كنت معنا من الريحانية.